نروح بقى لموضوع الساعه وحديث الساعه والكلام عن فكره مباراه الباسكت بين الاهلي والزمالك اللي كانت حديث الساعه من امبارح للنهارده. بالظبط، حديث الساعه زي ما قال اسامه هي احداث مباراه السله بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. اللي بيحب الافلام هيتفرج معانا على جزء سينمائي في كل حاجه، في تراجيديا، في دراما، كمان في نوع من انواع الكوميديا والفكاهه. هنبدا معاكم من حيث انتهى الاتحاد المصري للباسكت ونروح بيكم فلاش باك نشوف ليه وصلنا للقرار ده. قرار الاتحاد المصري، قرار اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الطارئ بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في بطولة الدوري، اعتبار فوز النادي الأهلي بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك وتوقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 30,000 جنيه، نقل مباراة واحدة لنادي الزمالك خارج أرضه. دي الحكاية انتهت على كده؟ ما أعتقدش. الناديين في تعقيبات حتى لو جهاز فني او بيان من نادي الزمالك، ولكن احنا وصلنا لقرارات دي ازاي؟ ده اللي انتوا هتشوفوه معانا زي ما قلنا بعين السينما. هنشوف مين قدم دور عامل ازاي، ومين كان هو البطل في المشهد، ومين اللي ادعى بطوله غير حقيقيه بالمره. خلينا ناخد من اخر قرار ونوضح ان القرار ده من وجهه نظرنا هو فيه ظلم وقع على النادي الاهلي، او بمعنى اصح تم احتساب نقطه لنادي الزمالك دون وجه حق، لان احنا بنشوف ان القصه دي تحتسب انسحاب. ليه بقى نفهم الكلام ده وليه بنقول احنا الكلام ده؟ لان لو رجعنا من بدايه الموسم والاتحاد المصري لكره السله وهو بيبعت مواعيد مباريات الدور الاول كان في ملحوظة مهمة جدا اتكلم فيها، وهي على كل نادي الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة ومن الاتحاد المصري لكرة السلة مع عدم تواجد أي فرد غير الأجهزة الفنية ومجلس إدارة النادي فقط لا غير. دي كانت ملحوظة مهمة ورسالة اتبعتت لكل الأندية، لكن عشان نكون برضو بنتكلم كلام منطقي ومفهوم للمشاهد احقاقا للحق، بعض المباريات كان بيكون فيها حضور لبعض الجماهير. الموضوع عدى حبي لغايه لما جات مباراه، هي مباراه يا فارس الزمالك وسموحه، حصل هنا تغير في القرارات. حلو جدا، يبقى اللي انت قلته يا اسامه ده بروتوكول، اتقال بروتوكول الخاص بالمسابقه في عدم الحضور، البروتوكول المتبع الذي لم يتبع، يبقى كلنا اتفقنا على قاعده غير معلنه ان احنا بنخالف البروتوكول، فضلنا ماشيين زي ما انت قلت لحد ما وصلنا زي ما اسامه قال لكم لمباراه سموحه. سموحه ومين؟ والزمالك. ايه اللي حصل في المباراه اللي على صاله الزمالك؟ نشوف جمهور الزمالك عمل ايه؟ لو شفنا الفيديو، جمهور الزمالك نزل الملعب حاول يروح للحكم، يقال ان حصل اعتداء على الحكم في مشهد واضح امامنا. اذا اللي مش واضح بقى امامنا ان احنا كاتمين الصوت، لان كان في سباب من جماهير نادي الزمالك لفريق سموحه في الصاله، وكان ده واضح جدا. طيب الموقف اللي كان فيه المشهد ده انتهى الى ايه؟ انتهى ان البروتوكول اللي كان غير متبع اصبح راح لقواعد جديده واضحه وصريحه من اتحاد السله، اللي حس ان المشهد اللي حصل ده واللي كلنا متفقين انه غلط يكاد ان يعصف بالمسابقه. القرارات كانت بتقول توقيع غرامه ماليه قدرها 30,000 جنيه على نادي الزمالك، وذلك بسبب دخول الجماهير والتعدي باللفظ على الفريق المنافس نادي سموحه، وذلك اثناء مباراه الفريقين في بطوله الدوري والتي اقيمت 19 مارس 2021. نركز عند التاريخ 19 مارس 2021، مع انذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه حال التكرار. لن يسمح بدخول الجماهير لجميع المباريات، ويسمح فقط لأعضاء مجلس إدارات الأندية بخطاب رسمي من النادي وتفويض مراقب المباراة في حالة عدم التزام النادي بإلغاء المباراة في حالة عدم التزام النادي. طيب إذن هنا
اصبح في قاعده جديده من يوم 19 مارس بتسري على تاريخ المباراه 19 مارس. القرار كان في 21 يا اسامه، هو ده بالظبط بيتكلم في ان لا يسمح بالحضور غير اعضاء مجلس الاداره بتفويض. اذا ما ينفعش نقيس اي احداث حصلت في مباراه الاهلي والزمالك اللي كانت بعد 19 مارس لا. على ما قبل 19 مارس بالظبط، لان قبل 19 مارس لان برضو اداره نادي الزمالك بتقول او لاعبي نادي الزمالك او الاجهزه الفنيه تعرضوا لمباراه الاهلي والزمالك يوم 5 مارس بالزبط. احنا قلنا كان مفيش قاعده كده، وكان الجميع بيحضر الى ان كسر القاعده جماهير نادي الزمالك بالسباب لنادي سموحه. الاهم بقى بعد ما طلع القرار ده كان في طبعا وعي حتى عند جماهير نادي الزمالك ان اي حضور مره اخرى في مباراه او اقتحام الملعب هيكون في الغاء للمباراه، وده اللي حصل تحديدا من جماهير نادي الزمالك. وحصل بعد كده ان حضر جمهور من نادي الزمالك لارض الملعب او الصاله بين الاهلي والزمالك. هنا نقطه مهمه جدا حابين نقف عندها، هي فكره ان البعض بيروج ان النادي الاهلي بيطلب ان لاعب يكون خارج الملعب او خارج الصاله، وده كلام طبعا كله كلام مش صحيح، وكلام من وجهه نظري كلام بيدغدغ مشاعر الجماهير، لان الحقيقه ان كان في جماهير موجوده في الصاله وزي ما حضراتكم شايفين. والنهارده حتى في قناه نادي الزمالك لاعب من فريق الباسكت بتاع نادي الزمالك قال لك للامانه احنا خرجنا جزء من الجماهير والجزء الاخر كانوا الاسر بتاعه اللاعبين الموجودين، وده طبعا زي ما قلنا مش موجود. المفترض اللي يكون متواجد فقط لا غير هو يا فارس اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وبتفويض. ده صور قبل وبعد، خد بالك يعني في صور كمان بعد المباراه عشان تنفي اللي انت بتقوله بالظبط. يعني الجمهور الصور اتعرضت قدامه ده بعد يا اسامه، عشان الحق لكلامك ان الجمهور ممكن يفتكر الصور اللي عرضناها طب قبل، كل ده بعد يا اسامه، كل الصور دي بعد المباراه. هو اساسا ان تصريح النهارده لاعب بالظبط لاعب السله النهارده اساسا بيقول لك ان كانوا فعلا موجودين. كنت بتقول حاجه؟ لا كنت بعقب على الصور. تمام، يبقى احنا كده كان واضح ان جبنا قبل وبعد. بس في نقطه مهمه، قول النقطه المهمه. لما اتكلمنا عن مباراه الزمالك والاتحاد لما حصل جماهير، لان البعض برضو من جانب نادي الزمالك بيتكلم، لما حصل جماهير تم اقرار او اجبار نادي الزمالك بما انهم موافقين على حضور جماهير الاتحاد بالتوقيع ذلك كتابه. ده اساسا في تاكيد على ان الموضوع في مشكلة والزمالك هو اللي وافق كتابة. فأنت هنا مقتنع تماما ومدرك تماما إن اللوائح عاملة إيه واللوائح بتقول إيه، فما ينفعش تيجي تصدر لي بعد كده اللوائح في صورة لاعب كرة قدم كان بيحضر المباراة. طيب أسامة، إحنا قدام واقعة واضحة وصريحة، مين اللي تسبب في اللائحة اللي طلعت ويوم 21 مارس؟ جماهير الزمالك. طيب مين اللي كان موجود بأعداد ما تختلفش كبير قوي كتير عن الأزمة اللي حصلت في مباراة سموحة؟ برضو جمهور الزمالك. اختزال الموضوع في شخص شيء الجزء الكوميدي في الفيلم والمشهد اللي بنقوله لكم. مع احترامنا للجميع يا جماعة، النادي الأهلي هيعمل حساب لفرد أو مشجع أيا كان اسمه قاعد؟ أنا آسف، يعني اللاعب في لعبته هو لم يؤثر على النادي الأهلي ولم يحدث فارق أمام النادي الأهلي. إذن وهو قاعد في مدرج النادي الأهلي هيعمل ليه أي حساب فيما يخص شيء فني؟ يعني حتى الكلام مستوى التفكير فيه شيء هزلي، ولكن الواضح والصريح إن النادي الأهلي بيتكلم في قاعدة وشيء ومبدأ أسامة ما نقدرش لنا ولا أنت ولا أي حد عاقل يشوف إن النادي الأهلي عنده خطأ فيه. نروح يا فارس للتعقيب على الأحداث، لأن لازم نتناول الجانب الآخر خاصة لما يكون الجانب ده بيتناول النادي الأهلي في تصريحاته. طيب بما أنك اتكلمت على الجانب الآخر، نشوف كابتن خالد الغندور شاف المشهد إزاي ونرجع نعقب عشان عندنا كلام كتير. هو أنت حضرتك بتطبق لوائح ولا مستني حد يعترض؟ هو أنا غلطان أن أنا مؤدب؟ هو أنا غلطان أن أنا محترم؟ هو أنا غلطان أن أنا قلت خالد بيبو يطلع بره؟ هو ما قلتش كده؟ هو انا غلطان ان انا اتعاملت باسلوب محترم ما رضيتش اطلع جمهور الاهلي من استاد الاهلي وحضرتك جاي ملعبي عايز تطلع جمهور؟ طب الجمهور طلع. لا، شيكابالا لازم يطلع، واوباما وحازم امام لازم يطلعوا بره، ويظهر الطيبه. الطيبه والاحترام ما بيجيبش العدل. ابحث مع الاهلي خط احمر كام مغالطه اتقالت في عدد قليل من الثواني. اولا زي ما قلنا مشهد كابتن خالد بيبو كان معاه
امير عزمي مجاهد كان قاعد جنبه في الصاله في المباراه الاولى بتاعت 5 مارس. 5 مارس بالظبط. ايوه، ما المباراه الاولى بتاعت 5 مارس. اذا ده رقم واحد، كان التعامل عادي جدا، والنادي الاهلي سامح اصلا من ناس من نادي الزمالك تدخل. ده كان قبل القرار وقبل الاحداث، عشان اجيب واجتزئه وقارنه بموقف انت تسببت ان اللائحه تتغير فيه كفريق، اذا ده اسمه مغالطه. هنيجي للي بعد كده، الفكره بتاعت التهديد بالاحترام. انا اول مره في حياتي اشوف حد بيهدد حد بالاحترام. لا يا جماعه، ما ينبغي ان تكون عليه انك تبقى محترم، غير كده ملوش صفه، غير كده في كل الاحوال غلط، انت ما عندكش الحق في الموقف. النادي الاهلي بيرد بمواقف واضحه ومواقف صريحه، والنادي الاهلي ما انت مش بتمن عليه ان فلان كان حاضر او مش فلان كان حاضر. فاذا موقف النادي الاهلي اتكلمنا فيه، لو شفنا الفقره هي بترد، النادي الاهلي بيتكلم في حق مكتسب نتيجه لائحه انت تسببت في تغييرها. المشكله خلينا نتكلم بوضوح، ان البعض في وقت من الأوقات نتيجة الخروج عن النص والتصريحات والتهديدات واللي شفناه كتير جدا كان بياخد حق أكتر من حقه، فهنا اتعود على إن ياخد حق أكتر من حقه، فلما نيجي نتعامل بلوائح وقوانين هيظن إن حقه ده انتزع منه. ده المشهد بالظبط اللي بيصوره الكابتن خالد الغندور. الكابتن خالد الغندور اللي كان أول المتضررين في وقت من الأوقات من الخروج عن النص، دلوقتي بيتكلم عن زمن العودة للخروج عن النص عشان أكتسب حقي مش حقي، لأن الاحترام مع لوائح وقوانين عند الكابتن خالد الغندور ظلم بين. دي طبيعة المشكلة اللي أعتقد مش هنلاقي لها حل على مدار السنين اللي جاية كلها، لأن من اعتاد على أنه ياخد حق أكتر من حقه مش هيفهم أبدا فكرة إزاي تطبق لوائح وقوانين. مش بس الكابتن خالد الغندور، ده فكره دغدغه المشاعر واصله لكتير جدا، لكل المسؤولين تقريبا او لكل مسؤول في مكانه. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. كابتن حسيني، لا والله في جديد طبعا ان الماتش غالبا مش هيكمل، خلاص مش هيكمل، هتلغي، لان التعليمات من اداره النادي الاهلي بان شيكابالا ولاعيبه الكره تخرج بره الصاله. لما انا اطلع شيكابالا بره صاله نادي الزمالك ده يعني يعني انت واقف على شيكابالا؟ انت خايف تلعب الماتش عشان شيكابالا؟ يعني ده حاجه، دي حاجه اسمها كده في الرياضه ذوقيا وذوق واحوال الرياضه. عايزين نقول جماهيرنا، لو مشكله شيكابالا ماتش الزمالك اللي فات كان فيه امير عزمي مجاهد في صاله الاهلي، وكان فيه خالد بيبو كان قاعد جنبه في صاله الاهلي، كان جنب كابتن التعليم. القصه كلها ان شيكابالا يطلع بره الصاله. شيكابالا يطلع بره الصاله، التعليمات من فوق من اداره النادي الاهلي ان شيكابالا يطلع. خلاص الماتش اتلغى، الماتش اتلغى، الماتش اتلغى رسمي. وانا مش عارف يعني، عيب عيب عيب، انت بتلعب في صاله نادي الزمالك، القرار ده من مين؟ الخساره قريب المباراه طبعا، لغى المباراه والنتيجه هتحدد طبقا واجتماع مجلس اداره اتحاد كره السله بناء على ما ما ما, ما حدث اليوم. ولكن اللي انا شايف كفايه كفايه تعنت مع نادي الزمالك، كفايه عيب ان انت اداره النادي الاهلي تاخد قرار في لعيب، يعني عيب اداره النادي الاهلي تاخد قرار زي دوت في وجود لعيبه الكوره. شيكابالا يعني شيكابالا كان طلع ماتش، تعليمات صريحه جات لنا من مباراه شيكابالا ولعيبه الكوره تطلع بره. عيب عيب عيب، ده ما اسموش روح رياضيه، ودي يعني على زي ما بيطلق فرسان، انا مش شايف ان فيها فرسان خالص. شايف فيها يعني. كابتن حسين بشكرك وطب. شكرا كابتن. اللي متابع سله وتاريخ السله هيعرف كويس جدا الكابتن الحسين سمير احد الاسماء اللي بتتردد في اناشيد الجماهير في المدرجات، والحقيقه جماهير القطبين، ومعروف بتصريحاته. كابتن حسين سمير شايف ان اللي بيحصل عيب وانت بتلعب في صاله الزمالك، وبيصغر القضيه وبيحصرها في صوره لاعب اذا كان له رقم امام النادي الاهلي فهو الرقم القياسي للاعب في عدد الهزائم امام النادي الاهلي. اعتقد مش بس الكابتن حسين سمير اللي بيدغدغ كمان المشاهير، لا ده رئيس المنظومه الاعلاميه طبعا الاستاذ عمرو الدردير، اللي طبعا كان بيجي معانا هنا ضيف بشكل كبير جدا، خد نفس الخط بالظبط، ان الاصرار على عدم خوض مباراه السله الا بخروج شيكابالا من الصاله لم اجد وصف له سوى بانه شيء مضحك. الحقيقي المضحك ان احنا نحصر قضية في شيكابالا. ماذا فعل كابتن الزمالك بهؤلاء لكي يتشرطون بأشياء ليست من شأنهم أو حقوقهم؟ تلك الأمور هي التي تزيد الاحتقان والتعصب، ومن ثم يتهمون نحن بعقدة الاضطهاد لا تعليق. الحقيقة اللي بيزيد التعصب هو فكرة الجهل باللوائح وإننا نركب موجة الجماهير. نتمنى الأمور دي تتوقف. أنا عايز أقف عند جملة، ماذا فعل
ما انا اقولش شيكابالا بالجمهور رقم قياسي. لا هو فعل بصراحه جزء كبير جدا من ذكرياتي السعيده في السنوات الاخيره. ايقونه الحظ عند جماهير النادي الاهلي شيكابالا. احنا شاركنا فيها شيكابالا، يعني هو مشاركنا في الجزء الكبير جدا. لكن احنا برضو عشان شيكابالا مش عايزين ندخله في الموضوع، احنا بنقول للناس ما تدخلوش هو في الموضوع. هو تم استغلال شيكابالا للتغطيه على خطا كان واضح جدا، ولكن زي ما شفنا لاعب سابق في نادي الزمالك بيصرح بعقلية كانت بتتكلم بمنطق ايه. عندنا لاعب ايضا سابق بل اسطورة في النادي الاهلي في لعبة السلة، كابتن طارق الغنام، كان بيصرح ويقول ايه، والفرق مهم جدا في الفيديو اللي هتشوفوه. نشوف ايه السبب لالغاء المباراة. هل انتوا طلبتوا اخلاء الصالة، وهل فعلا الكلام اللي اتقال اللي انتوا طلبتوا شيكابالا تحديدا يكون خارج الملعب؟ والله يا جماعة ما تخلوش الواحد يصدق العقلية، ربنا يكرمك. يعني انا مش هيبقى عندي مشكله مع اي حد خالص، انا عندي لائحه بتقول الماتش بدون جمهور، بس هو ده فلان ولا علان ولا اعتراض الكلام اللي اتقال، عشان ما استنى بس عشان يبقى وجهه النظر الثانيه، عشان ما حدش يقول مصدق ان ده كلام ان هذا كلام يقال اصلا. قسما بايات الله حلفان على الهواء، الموضوع ليس له اي علاقه بشيكابالا، بس الموضوع بكل بساطه انا عندي لائحه والاتحاد السله هو اللي بعتها. عارفين كل المراحل اللي شرحناها في كل الفقره اللي فاتت دي، 10 ثواني كابتن طارق الغنام الرمز الأسطورة لخصها، عندي لايحة، موقف إداري ملوش علاقة في فرد. ده الفرق العقلية المنظمة من اللي تعود يقول كلام مرسل عشان يكسب بطولات زائفة يعيش عليها سنين. عايز أقول حاجة، أصلا صدفة الفيديو ده بتاع كابتن طارق الغنام وفيديو الحسين سمير اللي هو الفيديو اللي قبله بيلخص أصلا القضية. الكابتن طارق الغنام متواجد بصفته في الجهاز الفني للنادي الأهلي، الكابتن حسين السمير متواجد في الصاله بيعمل ايه؟ هل هو عضو مجلس اداره؟ الموضوع خلصان، القضيه خلصانه ومحسومه، ولكن في ظل كل ده طيب انت كزملكاوي بتدافع عن وجهه نظرك حتى لو انت شايف ان الحق هو ده، واحنا شايفين ان ده مش حق واللوائح هي اللي تحسم الامر بيننا. لا، لكن لما تكون بقى مراسل في قناه النيل للرياضه وتبدا تتبنى وجهه نظر نادي زمالك، لا لازم واقفه هنا. نشوف الفيديو ده لان ما كانش ينفع يعدي الفيديو علينا ده من غير ما نعاقب. قرارات اتحاد كرة السلة برضو، لان هو يعني في حساسية ان الاهلي طالب ان ما يبقاش موجود جماهير، وان لو فرض في جماهير هيتم الغاء اللقاء، الان عمال يطلع الجماهير تخش ويطلع. هم الزمالك بيقولوا ان الماتش الاهلي كان فيه جمهور من اعضاء الجمعية العمومية وعدد كبير وكان موجودين والاتحاد موجود والناس موجود واحنا ما اعترضناش، وكابتن ياسر عباب قال كده على الهواء كمان. عايزين نقول لجماهيرنا لو مشكلة شيكابالا، ماتش الزمالك اللي فات كان فيه امير عزم مجاهد في صالة الاهلي، وكان فيه خالد بيبو كان قاعد جنبه في صالة الاهلي، كان جنب كابتن التحفيزات اللي كان فيه امير عزم مجاهد من الزمالك موجود ورا دكة النادي. لا انا بقول الماتش ورا دكه الزمالك كان خالد بيبو، كان امير عزم جاهد، وكان بعض اللعيبه في المباراه اللي فاتت. زي ما بنقول كده اعتقد هيبقى عنوان كبير شيكابالا يتسبب في الغاء مباراه في كره السله، وهيكون خبر غريب النهارده. لو شلنا صوره المراسل وحطينا لك صوره الكابتن الحسين سمير، انت مش هتستغرب للي بيتقال، لان اللي بيتقال هي وجهه نظر الزمالك من حوار دي مقتطفات تم اعاده الجمله 4 مرات عن فكره ان الازمه هي شيكابالا، مع ان الازمه هي ازمه لوائح. مش ذنبي ان انا بطالب بحقي. وبالنسبه لمباراه الذهاب قلنا انها كانت يوم 15 مارس قبل القرار اللي طلع يوم 5 مارس قبل القرار اللي طلع يوم 21 مارس. نتمنى نكون وصلنا صوت النادي الاهلي ووصلنا صوت العقل والمنطق، واذا كان في حد استفاد من الواقعه دي فبالتاكيد نادي الزمالك اللي استفاد بنقطه هي من وجهه نظرنا مش من حقه، ولكن كل الحق مع النادي الاهلي في النقطتين اللي حصل عليهم، لان هي دي اللوائح، والمفترض ان الزمالك ما لعبش اي دقيقه في المباراه فيعد منسحبا وليس منهزما.